الآن مشاهدينا دعونا نتعرف على أبرز النقاط في هذا الاتفاق مع فلك. نعم محمد، مصادر العربية كشفت ملامح الاتفاق الذي وافقت عليه حماس، ففي المرحلة الأولى يتم إطلاق سراح 33 من الإسرائيليات المحتجزات مقابل 800 إلى 1000 فلسطيني، كما يتضمن ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من وسط غزة في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية يتم استكمال ملف الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وسيكون من ضمن الذين سيتم إطلاق سراحهم 20 أسيرا فلسطينيا من أصحاب المؤبدات. وحسب مصادر العربية تشمل المرحلة الثالثة من الاتفاق خطة للبدء بإعادة الإعمار لمدة من 3 إلى 5 سنوات، على أن يتم إنهاء الحصار الكامل لقطاع غزة بعد الانتهاء من المراحل الثلاث. وهنا نؤكد مشاهدينا أن هذا هو المقترح الذي أعلنت حماس موافقتها عليه، في حين يقول مسؤولون إسرائيليون إن هذا المقترح مرفوض. أما الخارجية الأمريكية فتؤكد أنها ستبحث رد حركة حماس مع حلفائها في الشرق الأوسط خلال الساعات المقبلة.